يا بخته، بس يا رب فقراتنا تكون كمان فقرات خفيفة على قلبكم في هذا الحر الفظيع. هتبدأ الأجازات يا دينا، اقتراحات كتيرة جدا نعمل ايه في الأجازة، أهمها إن احنا نستفيد من هذه الأجازة نقرأ كتاب، مش كده ولا ايه؟ ايه معترضة انت قريت الكتاب؟ نروح البحر، نروح نلعب، نمارس كل الهوايات والنشاطات في الأجازة. الأجازة مفيدة جدا، والتسلية والترفيه بقى صناعة مهمة جدا جنب الإنتاج وجنب العمل. بقى مهم جدا إن احنا نتسلى وإن احنا نرفه أنفسنا عشان نصل بالإنسان إلى منتهى السعادة في النهاية. أعزائي المشاهدين، مساء الخير. بالاحترام الكامل لكل اللي قاله يوسف، سيبكم من كلامه، روحوا البحر، استمتعوا بالشمس، مش البحر. الشمس الحارقة لكن طبعا القراية مهمة والاستمتاع أيضا مهم. علشان كده كل السادة المشاهدين يحاولوا ولو ليوم واحد في الأسبوع يحاولوا يخرجوا المكان هواء نظيف جميل وصحي، يكون موجود البحر برضو ضروري جدا. وأعزائي المشاهدين في كل مكان حاولوا ولو حتى ساعة في اليوم انكم تخرجوا تتمشوا على النيل، تروحوا مكان جميل فيه خضرة، يعني فيها برضو وسائل ترفيه. وبرضو لما ترجعوا البيت بقى عشان نرضي برضو يوسف نقرأ كتاب. وانتوا في البحر برضو كتاب جميل برضو جدا. طبعا لازم احنا بنمشي كمان، خدوا الكتاب. ماشي اوكي. اعزائي المشاهدين مساء الخير. لا شك ان انا بحس بسعادة كبيرة جدا لما بلتقي باسم كبير، برائد كبير جدا من الرواد اتعلمنا عادي على ايديه. ويمكن كل اللي سمعناه وكل خيالاتنا وذكرياتنا في الاذاعة مرتبطة بهذا الاسم الكبير الذي يرقص الان لجان تحكيم مهرجان الاذاعة والتلفزيون، استاذنا الاستاذ طاهر ابو زيد. اهلا بيك في مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم واحييكم، مقدمه عظيمه جدا يعني. الله يخليك استاذ طاهر. طبعا المهرجان كان مشرف جدا، ودول العرب كلها اشتركت معانا في المهرجان، واعتقد اننا شفنا كم كبير جدا من الاعمال، وشفنا ايضا كم كبير جدا من الجوائز اللي حصلوا عليها. وطبعا ده شيء مشرف لان انتاجنا العربي لازم يكون غزير ويكون له تسويق في العالم كله. استاذ طاهر، عايزين نعرف الأعمال الدرامية طبعا كانت عديدة، ونعرف بقى تقريبا كم ساعة من الأعمال الدرامية والبرامجية سواء الإذاعية والتلفزيونية. هو في الحقيقة كان في حوالي 275 عمل إذاعي مقدمين، ومصر قدمت منهم حوالي 75 عمل. 75 في شتى النوعيات، في شتى النوعيات يعني. ف يعني اذا كان انا احب اقول لكم انطباعي العام كده وبعد كده اتفرغ لاسئلتكم يعني. في الحقيقه دي رابع سنه انا بشترك فيها في المهرجان. في اول سنه كنت في الدراما وفي لجنه الدراما، وكانت يعني نوعيه واحده من الدراما فقط. دلوقتي بقى احسن لانهم بقوا خمس نوعيات او ست. وبعد كده كنت في لجنة الثقافة، وكان بيرأسها أستاذ الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق. والسنة الثالثة كنت في لجنة اللغة العربية، ويرأسها قطب من أقطاب اللغة العربية أستاذ الدكتور كمال بشر. والسنة الرابعة أنا كنت رئيس لجان التحكيم في الإذاعة. عاوز أقول إنه المهرجان أصبح حقيقة من حقائق الإعلام العربي، توطد وكبر
ودخلت إليه عناصر عربية متعددة وجديدة، وإن كان لا يزال هناك بعض الدول العربية لم تدخل بعد في المهرجان، يعني قد تكون لا زالت بادئة في الإعلام إلى آخره يعني. وهذا المهرجان بيؤدي وظيفة ضخمة جدا وهي إنه المناقشة. أنا كنت حريص جدا على إنه قبل أي لجنة ما تعطي النمر والدرجات إنهم يتناقشوا، لأن المناقشة بتعمل بلورة للعملية وبتقرب وجهات النظر وبتلقي أضواء ممكن واحد ما يكونش واخد باله، ومن مناقشة شخص آخر يستمع إليه يتفتح ذهنه على حقائق جديدة. فالمناقشة عملية هامة جدا، وهي تقرب ما بين الدرجات، ما يبقاش في درجة مثلا 98 ودرجة 3 ولا 4، يعني بيحصل تقارب. وهذه المناقشة عملية مهمة جدا. أنا قابلت بعد المهرجان سيدة من قطر عربي يعني مشهور بإنتاجه الغزير، وقالت لي كلمة يعني وعيتها تماما وانبسطت منها. قالت لي أنا جيت قبل كده وتقدمت السنة اللي فاتت بأعمال ولم أنجح في أي نوع من الأنواع، لكن كنت حريصة جدا على أنني أستمع للمناقشات وأتصور الأعمال وكيف وضعت في سيناريو أو في حوار جيد، وكيف أن الفكرة تبلورت إلى عمل إذاعي. وخدت بالي من الحكاية دي وأجهدت فكري فيها، ولما عدت هذا العام عدت بعد أن تبلورت الأفكار وحصلت على فوائد جمة من حضوري المهرجان العام الماضي، وفعلا فزت بجائزة فضية. وقالت لي لا، وأنا غير مقتنعة، أنا مستنية عشان أخذ الجائزة الذهبية إن شاء الله في المهرجان القادم. فيعني العملية عملية بلورة نتائج إعلامية لناس كتير عندهم خبرات وفي شتى المجالات عشان الجميع يستفيد. يعني الجيد هيحس أن قد يكون هناك ما هو أجود فيسير في نفس الطريق وهكذا. أستاذ طارق زيد، شريط يمر أمامك دلوقتي من بدايات الأعمال الدرامية العظيمة والأعمال والبرامج الإذاعية اللي حضرتك عملتها وشاركت فيها وقدمتها إلى مهرجان الإذاعة والتلفزيون 99. ماذا حدث للدراما؟ ماذا حدث للبرامج الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية؟ هل في طفرة حصلت، في قفزة حصلت في التقنيات، في التقديم، في، ولا إحنا لسه بندور في فريم أو في إطار مضير؟ لا شك أنه حدث تقدم كبير جدا، وفي الأساليب الدرامية المختلفة وفي تصور أوضاع الدراما. لكن لا يمنع هذا أنه بعض الناس يأخذهم نوع من الكسل أو نوع من التراخي حتى آخر دقيقة. وأنا أذكر بهذه المناسبة أن ده كان بيحصل لنا في رمضان باستمرار في رمضان. أنا كنت مدير إذاعة الشرق الأوسط وكنا نفاجأ، يعني قاعدين عارفين أن رمضان جاي وجاي وكذا قبلها بشهرين ثلاثة ولا نتحرك، أو يعني الحركة بسيطة جدا. ربما تكون الأفكار بتنبت داخل الإنسان وتتوالد وداخله دون أن يحس، لكن على أي حال ما كناش بنعمل حاجة ذات قيمة لغاية ما نلاقي أن بكرة رمضان، المفتي يعلن أن غدا رمضان، فيتكهرب الجو وكل واحد يجري في مجال والدنيا ما تبقاش عارف تمسكها والاستوديوهات مشغولة وكذا وكذا وكذا. ونؤكد على أنفسنا أن احنا مش هنعمل كده في رمضان تاني اللي جاي، رمضان اللي جاي وبرضه يحدث نفس الشيء. ربما هي يعني عادة أو خطأ لدى النفس المصرية في كثير من الأحيان، بل هي خطيئة وعلينا أن ننتظم ونعمل بنظام ونعمل الفكر ولا ننتظر حتى آخر دقيقة. أكيد. وأنا مثلا يعني أنا عاوز أقول أنه لمحت في هذا المهرجان ظاهرة جميلة جدا، وهي أن المصريين لم ينحازوا إلى الأعمال المصرية، انحازوا إلى الحقيقة الفنية، انحازوا إلى الكيان الجيد. وده يدي مصداقية وقيمة كبيرة، مصداقية وشهادة على نقاء
النفس المصرية. أيوة. وإنه الإدارة العليا للمهرجان لم تتدخل بأي صورة. أنا مثلا رئيس لجان التحكيم في الإذاعة عمري ما دخلت أي لجنة إلا لأشوف إذا كانوا ناقصهم طلبات، ناقصهم برامج، في برامج اتأخرت في كذا، أو يكون هناك إشكال يعني بيتعرضوا لي، هل ده داخل في عمل اللجنة ولا داخل في عمل لجنة أخرى. ومن هنا مثلا أنا يعني أجد أنه كثير من الدول أظهرت فيها براعم الفكر مثلا، وأنا بنقل الدرجات لأن أنا لازم أقلها بخطي، لازم أقدمها بخطي باعتباري رئيس اللجان، مش بالآلة الكاتبة ولا الكمبيوتر، بخطي. ففوجئت باسم واحدة ست سعودية، كاتبة سعودية اسمها مريم الغابدي، حتى يعني لفت نظر الاسم الغابدي، اسم الغامدي مش كده؟ الغابدي الغابدي. فلقيتها واخدة الجائزة الأولى في التأليف في لجنة الدراما الاجتماعية، لجنة المسلسل الاجتماعي. عارف المسلسل اللجنة دي فيها كم؟ 16 مسلسل، 16 مسلسل، كل مسلسل فيه شوف كم، 30 حلقة. شوف يعني كم من الناس اللي بألفوا. لقيتها أحسن مؤلفة، أحسن يعني فازت بالجائزة، بجائزة الإبداع الذهبية لأحسن مؤلفة سعودية، وفي 16 مسلسل وأحسن مؤلفة. وحدث أننا التقيت بها بعد كده في فندق ماريوت، وأعجبت جدا، وتبينت أن البراعم التي كانت قد أزهرت وإزهرها رائع وملفت للنظر، وأنه في السعودية كثير جدا من المرأة السعودية فيها كثير جدا من المتعلمات، واخدين شهادات عظيمة جدا، ولكن ربما لا يشاركوا في أعمال يعني في مهرجانات. لا حتى المرأة عموما لا زالت تتعلم تعليم راقي جدا وتاخد شهادات عالية جدا، لكن يعني تفضل البقاء في البيت. أما مريم الغامدي فهي تقدم في الإذاعة السعودية وتقدم برامج جيدة جدا وكذا يعني. جميل. طيب أنا عايز أسأل حضرتك، يا ترى بيحصل خلاف بين أعضاء لجان التحكيم؟ يعني أعتقد أن الجوائز المناصفة أغلبها بتبقى نتجت عن خلاف ما بين الأعضاء في لجنة التحكيم، النصف بيصوت لهذا العمل والنصف الآخر بيصوت لعمل آخر، فتأتي من هنا كلمة مناصفة. ليس بالضرورة النصف، يعني ليس بالضرورة أنه نص بالضبط بيقول كده ونص بيقول كده، لا. لكن أنا بقول لحضرتك الحقيقة أن كل عمل فني لابد أن يحدث فيه خلاف. أنا كنت أذكر أيام ما يوسف الحطاب عندنا بيعمل الدراما، وكانت تقوم مشاحنات فظيعة جدا ومشاجرات وكذا وأصوات تعلو، وبعد ما ينتهي العمل يبقى الكل حبايب، وده اللي حصل في هذا المهرجان. ضروري لازم يحصل نوع من الاحتكاك احيانا، نوع من خلاف الراي، نوع انه كل عنصر بيتشبث برايه الى حد يؤدي الى شيء من الاحتكاك او كذا، لكن بمجرد انتهاء العمل والخلاص الى انه اخذ الرقم بالمجموع بالاغلبيه يعني بتنتهي هذه المشكله. اذكر ايضا ان سوريا حصلت على جوائز عديدة. فعلا. أظن ليس هناك دليل على حياد اللجان المصرية وموضوعيتها، وأنها لجان قضائية إذا صح هذا التعبير، لا تتعامل إلا مع ضميرها. أنه مثلا بلد زي سوريا خدت ما يقرب من مصر من مستقيم، بينما هناك بعض المهرجانات العربية للأسف تنحاز لنفسها وتقدم نتيجة شكلية كما لو كان أنه هذا الشكل يعني له تأثير في العملية. أذكر مثلا أن لجنة الأغنية كان يرأس الأستاذ حسن شمس، جاءني وقال لي هناك أغنية جميلة جدا ولكنها طويلة وربما لا يسلكونها داخل نطاق الأغنية، يعني داخل نطاق اللجنة التي تتناول الأغنية في حد ذاتها. فذهبت إلى اللجنة واستمعت وكنت مشدوها، شيء رائع. أنا لا أعتقد أن هناك أغنية عربية في
في العشر سنوات دي اللي احنا فيها ممكن ان يرقى الى هذا المستوى. واللي عملها واحدة اسمها عايدة الامريكاني حتى واسمها بيعلن الناس استغربوا على انه الامريكاني وكانت سبب في نجاح الانتاج الفلسطيني. وطبعا الجمهور كان بيصفق جدا, بيصفق تصفيق حاد جدا ومن القلب لكل عمل فلسطيني فلسطين طبعاً. وخصوصا في الظروف اللي بيمروا بيها في ابداع ايضا وفي الظروف اللي احنا فيها وفي الاذاعه الفلسطينيه اغنيه وطنيه اغنيه جميله جدا بتقول للعام الجديد ايها العام الجديد ماذا ستهدي اولادنا. الله. شيء يبكي يعني يخلي الجسم يقشعر. موسيقى راقية جدا 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 يعني على أرقى مستوى بالأسماء والكلمات والألحان. وعايدة الأمريكاني دي هي اللي مؤلفة وهي اللي ملحنة. فطبعا لأن الأغنية كان مدتها 15 دقيقة وفيها سكتات فكان التصور أنها قد لا تدخل ضمن الأغنية على اعتبار أنها لون تاني من الألوان الموسيقية. فأنا قلت لهم لا يعني هو إحنا لما كان في أغنية لعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وطني حبيب الوطن الأكبر يوم ورا يوم أمجاده بتكبر وانتصاراته مالية حياته إلى آخر الأغنية المشهورة الجميلة ما كان فيها يجي 6-7 مغنين انتهوا بأغنية اللي عبد الوهاب ختم فيها يعني وكانت مدتها حوالي 12-13 دقيقة. فلماذا لا تكون هذه أغنية؟ كنت أتمنى وأرجو أن الإذاعة المصرية تذيع هذه الأغنية في أكثر من مناسبة وأن التلفزيون يأخذها ويعمل لها جو استعراضي فيديو كليب يعني يعمل لها كليب تذاع. لا أنا ضد الفيديو كليب ما أو تبقى مصورة بشكل استعراض. استعراض استعراض كبير زي وطني حبيبي زي وطني حبيبي يعني يدلها القيمة بتاعتها. طيب استاذ يعني في حاجة يعني احنا استعرضنا كاتبة سعودية وده شيء جميل جدا واستعرضنا وفي ألوان أخرى أنا لا أتذكر لا من مصر مين اللي لفت نظر السنة دي؟ مين الفنان المصري في عالم الكتابة في عالم التمثيل في عالم اللي لفت نظرك وحسيت انه بصمة حقيقية في الفن المصري السنة دي؟ لا في الحقيقة يعني كلهم ناس اغلبهم ناس كويسين الحقيقة ولا اذكر تماما هم اللي خدوا الجوائز ونالوها هم اللي ناس يستحقوها فعلا وعملوها بجدارة يعني. في عدد كبير من المصريين يعني لأن مصر مش يعني أنا افتكرت العمل الفلسطيني لأنه واحد افتكرت السعودية مريم الغابي دي لأنها عمل واحد وعمل واحد في قطر لم نسمع أنه يعني تقدم بأعمال كثيرة ومن هنا لفت نظر. إنما الأعمال المصرية أعمال جيدة جدا. طبعا كان في مشكلة أحب أقولها لكم إذا سمحتم. تفضل. هو أنه في المسلسلات سواء كانت تاريخية وتراث شعبي أو كانت اجتماعية أو كانت كوميدي وفانتازيا ومسلسل وحاجات دي كلها أنه عملوا الجوائز الإبداع 24 جائزة لأنه في 4 مجالات يعني في المؤلف أو المعد وفي المخرج وفي الممثلة الأولى وفي الممثل الأول 4 وهم 24 جائزة وهم 5 أنواع من أنواع الدراما. فاحترنا طب أنقسم إزاي واستمرت المناقشات يعني أيام متواصلة وجاء الأستاذ حمدي الكنيسي الحقيقة وجمعنا كل رؤساء اللجان وقعدنا ولقينا في مشاكل يعني قلنا طب نخليها كده وبعدين رؤساء اللجان يجتمعوا ويقرروا بينهم وخفنا احسن رؤساء اللجان في اخر يوم ما يحصلش اتفاق ويحصل اشتباكات والى اخره. والاخر لقينا انه احسن طريقه ان احنا نقسم جوائز الابداع بالتساوي على اللجان. ان بعضهم قال لا احنا بندور على النوعيه وبعضهم قال لا بندور على العدد لانه مثلا لو خدنا النوعيه فنوعيه زي المسلسل الاجتماعي عددها كبير جدا كبير ومن فهم. أهم المسلسلات هتاخد جائزة واحدة بالزبط. بينما لجنة زي الكوميدي والفانتازيا والكذا عدد الأعمال فيها المقدم لها ضئيل جدا بالزبط. وهتاخد 4 جوائز يعني حتى ممكن ما تلاقيش مادة تقدمها فيها. طبعا استاذ طارق زيد طبعا احنا خدعنا وتقابلنا بيك رئيس لجان تحكيم المهرجان عايزين وعد نقابل استاذ طارق زيد الإذاعي
يحكي لنا عن مشواره في الاذاعه وذكرياته. خدعت ليه بس؟ لان احنا قعدنا اتكلمنا في المهرجان وكان نفسنا نتكلم عن مشوارك الاذاعي الجميل وقصه نجاحك الكبيره في عالم الاذاعه. كانت عمل ابداعي في البلاد العربيه كلها، ثم له قيمه كبيره، مش مساله الاعلام فقط، مساله بلورة الإبداع في نطاق رسمي زي المهرجان ده شيء أكيد بيخلي مبدعين كتير يعني يظهروا. أيضا إلى جانب هذا إن إحنا بنتكلم دايما على التضامن العربي والوحدة العربية وكذا وكذا وكذا، ونجد في النهاية أنه بيضرب أو بيضعف أو بيحترق أو بيتصاب في ظروف غير مواتية حتى أصبح مجرد كلمة يعني. لكن ده أعتقد أنه تطبيق عملي. إحنا عايزين وعد من الأستاذ طاهر أبو زيد أنه بلقاء تاني كمان، بلقاء تاني يحكي لنا مشواره الإذاعي، الإذاعة اللي بدأت أحكي لك بهذا الشكل بهذا لغاية ما بقى الصرح الإعلامي كبير كده يعني متسع الأرجاء كده. إحنا عايزين نعرف البدايات ونعرف المشوار ابتدى إزاي، وتوعدنا كل يوم اثنين. يعني عاوز أقول كلمة أخيرة، الحقيقة أن المهرجان السنة دي كان أكثر تنظيما من المهرجانات السابقة، وكان أكثر تحقيقا لفوائده، وإن الناس اتصاحبوا مع بعضه وأحبوا بعضه وحققوا التضامن العربي بأسلوب جيد، وإنه مثلا كل الناس اللي اشتغلوا حتى العمال حتى الإداريين الصغيرين كل واحد كان حريص على إنجاح المهرجان. و السيد وزير الإعلام الحقيقة صاحب الفكرة ورعاها وتبناها وتخطى بها كل العقبات لغاية ما نجح. السيد المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس المهرجان كل ما نطلب منه حاجة يغدق إغداق، عاوزين عربيات، عاوزين أوتوبيسات، عاوزين كذا 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 كذا. أستاذ حمدي الكنيسي كان دينا المهرجان، يعني المهرجان كان بلورة لعدد من النشاطات الجيدة جدا التي تستحق الذكر وتستحق المدح والحماية الدائمة ليصبح في العام القادم أحسن وأحسن وأحسن إن شاء الله بإذن الله. نشكر حضرتك. شكرا جزيلا.